كلام عادل، لأن من يوم ما كانت مريم صغيرة وإحنا نقول لها هذا حلو وهذا مو حلو، والعيد اللي طاف أنا اللي قلت لها خلنا نشتري ملابس حلوة، يعني أكيد راح تهتم بشكلها ومظهرها. يمكن هذا السبب إن وايد بنات ما يعرفون شنو هو الجمال الصجي. ها؟ حتى أنا ما أدري شنو هو الجمال الصجي. تدري يبا شلون؟ خلني أثقف بالموضوع وبعدين أحاجيها. جمال الروح ذاك هو الجمال، تطيب به الشمائل والخلال، ولا تفرح إذا حسنت وجوه وفي الأجساد أرواح ثقال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الفرق بين الجمال والزينة هو أن الجمال أصيل في ذاته، بس الزينة تكون للشيء العرضي واللي يزول بعد فترة. وإذا تأملنا القرآن الكريم نشوف هذين المعنيين بشكل واضح. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، فالنجوم زينة لأنها تزول، بينما إذا تأملنا هذه الآية فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، وكريم في هذه الآية بمعنى جميل. إذا تأملنا هذه الآيات وغيرها راح نشوف أن الجمال غير الزينة. الجمال مرتبط بالوقت. بالواقع كلمة ساعة بالإنجليزي أو أور جاية من الكلمة الإغريقية أورو ومعناها الجمال، لأنهم كانوا يقولون أن الشيء يكون جميل في وقته. يعني من الجميل الشعر الأسود للشباب لأنه يرمز للحيوية، بس من الجميل أيضا الشعر الأبيض للكهول لأنه يرمز إلى الوقار، وما ينفع العكس. الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء جماله، بس ظاهر الأمور متغير، أما جمال الروح فيبقى. ابو عبيد، هلا ابو علي، شلونك؟ شو اخبارك؟ هلا ابو طيب، الله يسلمك. ابو عبيد هلا، من صدقك؟ غريبه من صدقي، وعلى فكره انت اول واحد يعرفني عقب اللي سويته كله. لا انا اللي بقول لك، ادري يابا، ادري ادري ادري، انا من سويت تكميم وشكلي صار سمبتيك تغيرت مو؟ لا يابا انا خلاص، ادري يابا، ادري ادري، انا من شديت هالخد ومطيت هالخشم وتبخ هالعيون تغير شكلي صح؟ انا قصدي انه ادري يابا، ادري، انا اصلا من شفتك داش وقاعد خذ هالباي والتراي قلت هذا ها؟ يابا ايه، دشيت نادي وقمت العب وبروتينات واوبر وصرت وحش صح؟ لا يبا انا تدري شنو قصدي؟ ادري يبا، ادري ادري، انت منصدم من السكسوكه يبا، هذا ستايل وحركات افا عليك يبا. انت بتخليني اسولف ولا شلون؟ ايش فيك يبا؟ يبا انا من شفتك من بعيد وقاعد تسولف مع هالهندي المسكين وتكلمه بنفسيه وما ادري شلون صاير، ولو من مشيت منه قطيت الوسخ على الارض، قلت هذا ماكو غيره، هذا ابو عبيد ما يوش عن حركاته، هذا هو. لما نشوف صورة مكان جميل نتمنى نروح له. ليش؟ اللي بالصورة مو هو نفس المكان اللي راح نشوفه هناك؟ بالواقع لا، الصورة تعطي العين إحساس حلو بالمنظر، بس لما نروح يصير عندنا شعور من الداخل بجمال المكان، لأن الجمال الصجي وجداني مو حسي. ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. يعتبر الجمال مما جبل الإنسان على محبته، وقد اهتم الإنسان أيما اهتمام بمفهوم الجمال ومعانيه منذ قديم الزمن، وقد وهبه الله قوة إدراك الكمال والنزوع إليه، وهو بغريزته يبحث عن الكمال والجمال. وينقسم مفهوم الجمال إلى شقين: الجمال الحسي، ويتجلى في الأشكال والألوان في طبيعة الأشياء ويدرك بالحواس، والجمال المعنوي، وهو مختزن في المضمون والجوهر والروح، وينعكس من خلال قوة المعرفة والفهم. ومع أن المنهج الإسلامي يؤثر الجمال المعنوي لما له من تهذيب النفس باتجاه الوصول إلى جوهر الجمال وحقيقته، إلا أنه
يرعى حاجات الإنسان الغالبة في الدنيا، أما من ناحيتها فتتجه وسائل التسويق الحديثة لاختزال معنى الجمال في ظواهره فقط. وقد نجحت الكثير من الحملات الإعلانية على حمل المستهلكين للإقبال على مواد التزيين والتقليعات وحتى عمليات التجميل. ومن هنا لابد من طرح السؤال حول أسباب التهافت على مثل تلك المواد والعمليات. إن القرآن الكريم يصف بديع خلق الله بقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وفي حين ورد لفظ الجمال في كتاب الله عز وجل 8 مرات، كانت 7 آيات كريمة منها تركز على الجمال المعنوي في السلوكيات، وهي دلالة على حقيقة الجمال التي يسمو بها الإنسان إلى كمال النفس. إن نزعة الإنسان إلى الجمال هي نزعة فطرية لما ينشده من الكمال والخلود، إلا أن حقيقة فناء الإنسان في هذه الدنيا تستوجب الانتباه إلى أن سعادته هي في بنائه الخالد ليوم الدين، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. الاهتمام بالنظافة والتعطر والرشاقة والزينة من الأمور الطيبة إذا كانت في حدودها المعقولة ذوقياً وأخلاقياً، بس للأسف حتى الجمال تحول إلى صورة مادية مزيفة. علماء الرياضيات حطوا معامل حسابي لقياس التناسق الجمالي للأشياء سموه النسبة الذهبية، بس الماديين أخذوا النسبة الذهبية من وسيلة لقياس التناسق الجمالي إلى هدف، وصاروا الناس يصرفون اللي وراهم واللي دونهم علشان تكون أشكالهم على نمط النسبة الذهبية. هل هذا هو الجمال؟ والله شوف، الجمال جمال الروح، وهذا شيء أساسي اليوم، الجمال في الحياة يعني. الجمال طبعا هو جمال الروح، جمال الطيبة بالأخلاق، هذه الجمال. والله الجمال هو أن الإنسان يتزين ويظهر محاسنه ويحاول دائما أنه يكون جميل، يعني الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم أوصل الخلق أنهم يبدوا جمالهم، يعني دائما أن الإنسان لازم يكون جميل ويبدي جماله. يعني الجمال أكيد الأخلاق، أنا أقول الأخلاق هي الجمال إن شاء الله بالدرجة الأولى. أنا ما أيد اللي تسوي عمليات تجميل، طبعا هاي خلقات ربنا وما نعترض على خلقات ربنا أكيد. والله أنا أؤيد عمليات التجميل، هذا أؤيدها 100%، لأن الإنسان لازم يكون جميل، لازم يكون جميل، والجمال شيء مطلوب، وإن الله جميل يحب الجمال. والله أنا ضد هذه الفكرة، لأن الإنسان لازم يكون يتقيد بالله سبحانه وتعالى خلقه، يعني ما يعني الجمال هو من عند الله سبحانه وتعالى، لازم نتقيد باللي الله أعطانا إياه سبحانه وتعالى. في أسباب تخليهم قصب عنهم يسوونها، يعني في هذه الحالات ممكن، يعني ممكن عيب خلقي يعني ما يعني تقدر تسويها، لكن في حالات لا، في حالات اشياء مبالغه فيها يعني. والله يعني ما ادري انا، بس اذا يعني مثلا كان في تشوه لا سمح الله او شيء ممكن يعني ان تسوي عمليه تجميل، لكن اما تسوي عمليه تجميل مثلا عشان تغيير خلقه الله، شوف يعني الموضوع هذا يعني ما ادري، يعني ما اعتقد انه يعجب احد. لكن الله يهديهم ويصلح حالهم ان شاء الله، وان كان يغيرون جمالهم على عشان يعني اشوف يشوفني فلان يحبني او يشوفني علشان شكلي، فهذا زاير. صراحة جميل لو تزينت الزوجة لريلها، وجميل إن يكون الريال هندامة مرتب
وعطرة حلو، خصوصا لما يلتقي مع المؤمنين في المسجد أو حق مرته وعياله. بس لما الزينة تتعدى الحدود الشرعية تقوم تأثر على أخلاقنا وأخلاق الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله العلي العظيم. كل إنسان عليه واجب المحافظة على سلامة أخلاقيات المجتمع علشان نكون من السعداء. طيب، علشان نعرف ليش اللجوء إلى التجميل لازم نشوف الحيثيات الرئيسية. أولاً، الإنسان بطبعه يعشق كل ما هو جميل وكل ما هو حلو بالفطرة. بس يمكن واحدة من أهم أسباب التزيين بالملابس والإكسسوارات والمستحضرات والعطورات يرجع إلى سعي الفرد إلى كسب رضا الآخرين والقبول منهم. ومو مشكلة لو كان هذا في الإطار الشرعي، لكن للأسف كان في دور قوي للإعلام في الدفع باتجاه إظهار الزينة خارج الإطار الشرعي. وأكثر من كذي، صار في تنافس ومنافسة للموضة وغيرها من مظاهر إبراز الزينة والمفاتن. وطبعا لما يحبون الناس اللي يشوفونه من وسائل الإعلام، تتنافس المحلات على إنتاج المنتجات وتقديم خدمات التجميل واللي نشوف رواجها حوالينا في كل مكان. هذه الخلطة العجيبة خربطت الأوراق وغيرت المعنى الصجي للجمال واستبدلتها بالزينة. وأكيد لما تصير في موجة اجتماعية فهي تشكل ضغط على الأفراد وثقتهم بأنفسهم علشان يمشون من خلالها. إنزين، هذه الحيثيات لها آثار طبعا على المستوى السلوكي، فالتزيين يأثر على المتلقين وبالتالي تتغير سلوكياتهم، وهو اللي يدخلهم في دائرة ارتكاب الذنوب والمعاصي. ومع تفشي مثل هذه الظواهر يبدأ الانحلال الأخلاقي ويتبدل شكل وجوهر المجتمع. لا لا، مو هذه السعادة ولا هذا هو معنى الجمال. ما دورت عن موضوع الجمال أشوف أن الآراء تنقسم بين اللي يشوف الحياة بماديتها وبين اللي يبحث عن حقيقة الجمال ومعانيه. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الجمال صواب القول بالحق، والكمال حسن الفعال بالصدق. والإمام العسكري عليه السلام يقول: حسن الصورة جمال الظاهر، وحسن العقل جمال الباطن. كما نعلم أن حسن صورة المرأة يكمن في جمالها، وحسن صورة الرجل يكمن في منطقه، وعقول النساء في جمالهن، وجمال الرجال في عقولهم. لذلك نجد أن المرأة دائما ما تكترث بجمالها الظاهري، فبالتالي تسعى إلى أن تظهر بشكل جديد بين فترة وأخرى. كذلك تقوم بتعديل بعض العيوب الشكلية بين فترة وأخرى أو بين حين وآخر. هذه القضية ليست قضية محاربة أو نحن إن نحارب هذه المسألة، بالعكس أمر محمود ومحبذ. لكن المسألة لا إفراط ولا تفريط، يعني هناك أيضا أمور باطنية لابد من الاهتمام بها. الجمال الظاهري يكمن بحسن الصورة، الجمال الباطني يكمن بحسن السريرة كما نعلم. فبالتالي هناك بعض السلوكيات الأخلاقية بحاجة إلى تقويم وتصليح. يعني ما فائدة جمال الظاهر للمرأة وداخلها يكون أو تعاني من اضطرابات سلوكية معينة؟ لذلك الإمام علي سلام الله عليه يعني له كلمة جدا جميلة: ما أقبح يعني باطنا عليلا وظاهرا جميلا. بالظاهر نجد أنه جميل أو جميلة مثلا، لكن في الباطن نجد أنها تعاني من اضطرابات سلوكية وأخلاقية تنفر اللي حوالينها. فبالتالي لابد أن ما نقوم بتهميش الأمور الأولوية والأساسية من قاموس حياتنا، لأنه كما نعلم أن الجسد مصير الحتمي الفناء والتكفين وسوف يأكله الدود، لكن العمل الصالح الأخلاق الحسنة هي التي تبقى إلى يوم القيامة، إلى ما بعد الرحيل عن هذه الدنيا الفانية. طبعا جدير بنا أن نتطرق أيضا إلى موضوع العمليات التجميلية. للأسف الشديد بعض المجتمعات العربية والمسلمة تعاني
من ظاهرة وانتشار ظاهرة العمليات التجميلية، أما بغرض التشبه برمز معين لا يمت بديننا الإسلامي بأي صلة، أو بغرض فعلاً أنها تكون تعاني من مثلاً تشوه خلقي معين، أو لا سمح الله أنها مرت نتيجة لتعرضها لنكبة أو حادثة أو حريق نستجير بالله، فبالتالي كونت لديها تشوه بليغ، فتحتاج في هذه الفرضية إلى إجراء بعض العمليات التحسينية والتجميلية. هنا في هذه الفرضية لا إشكال، خاصة أن بعض العلماء والفقهاء يجيزون إجراء مثل هذه العمليات التحسينية إذا كانت تؤثر سلباً على نفسية الشخص. لكن إذا المسألة قضية عبث ولعب خلق رب العالمين، هنا يعني لنا وقفة أن الإنسان هنا يقع في مأزق وإشكال شرعي. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم. تارة نجد أن المرأة يعني تعاني من ضغوطات من قبل للأسف الشديد زوجها، يعني الزوج هو اللي يجبرها على إجراء مثل هذه العمليات، فبالتالي هنا لابد أن للزوجة تكون وقفة، أنا أرفض أن أقوم بإجراء مثل هذه العمليات التجميلية، خاصة أن الكثير من حالات الوفاة نتجت عن هذه العمليات بسبب الجرعة الزائدة في التخدير أو غيرها، أو أضرار تكون تسبب أضرار سلبية على يعني على المرأة، فبالتالي تتحول من عملية تجميلية إلى لا سمح الله قبيحة، فحالتها تزداد سوء بعد سوء. ناهيك أن بعض الشخصيات النسائية يكون لها إدمان على إجراء مثل هذه العمليات التجميلية، أجرت عملية واحدة خلاص يصير عندها إدمان، ليش؟ لأن اخترقت هالتها، فبالتالي ما يكون من داخلها عندها استقرار، دائما تستشعر أن هي مو جميلة فتحتاج إلى تطوير أكثر. ختاما يعني أنا أجزم وأقر بأن القناعة هي أصل الجمال الحقيقي. التجمل من أخلاق المؤمنين، فجمال المرأة يظهر من خلال فكرها وعاطفتها وأمومتها. وأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: عقول النساء في جمالهن وجمال الرجال في عقولهم. وفي وصيته للمجتبى عليه السلام يقول: فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله وينفي عنك وباله، فالمال لا يبقى لك ولا تبقى له، فجمال الإنسان يكون في المعارف والفضائل. مو مشكلة لو الوحدة تزينت. سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. صدق الله العلي العظيم. بس المشكلة لما تكون أسيرة للزينة، فالرواية تقول: ليس الزهد أن لا تملك شيئا، بل الزهد أن لا يملكك شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سالفتنا عن واحد يبي يبيع بيته، راح حق رفيجه صاحب مكتب عقارات
وقال له أنت كل يوم عندي بالديوانية وشايف البيت وشايف تفاصيل البيت وشايف كل تفاصيل البيت، إيش رأيك يبا أنا بعرض البيت عندك للبيع وبيك تحطه بإعلان حلو؟ عشان يقول له أوكي حاضر وعلى هالخشب. وفعلا الريال صاحب المكتب قاعد يكتب الإعلان بيده، وهو قاعد يكتب قاعد يتكلم بصوت عالي ويسمع منه يسمع صاحب العقار نفسه أو صاحب البيت، فيقول البيت يقع على زاوية 3 شوارع وبه حديقة، والحديقة جميلة بها كثير من النخيل والنخيل هذا مثمر وهكذا، والبيت فيه 3 أدوار والأدوار فيها غرف واسعة جدا وفيها 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 وفيها، وقام يمدح بالبيت ما خلى شيء إلا قاله. وفعلا كل هالمديح هذا كان فعلا موجود بالبيت. صاحب العقار أو صاحب البيت هذا يوم سمع هالسالفة هذه قال لحظة أخوي خلاص يبا أنا هونت ماني بايع. كان يقول ليش؟ كان يقول أنا الحين ببيع البيت عشان أحصل مواصفات بيت نفس بيتي اللي أنت قاعد تقوله، بس الظاهر أنا ما كنت ملاحظ الخير اللي كان عندي، يعطيك العافية ولا تعرض البيت ومع السلامة. كان يقول له الله يسلمك يعطيك العافية. حكمتنا من هالموضوع هذا حكمة بسيطة جدا، اللي هي لازم احنا نشوف اللي عندنا ونقتنع فيه ونشوف الخير اللي عندنا. احنا ساعات وايد ترى ما ندري بكمية الخير اللي عندنا، ونطالع دائما لبرا ونطالع ان نرتقي اكثر، وما ندري ان احنا اساسا عندنا كل اسباب الارتقاء موجودة عندنا. شكرا ويعطيكم العافية ومع السلامة. اللي يبحث عن حقيقة الجمال راح يشوف أن أصالة الجمال في الروح هي منبع الجمال الصجي، وهي اللي من خلالها تنتظم الروح مع العقل والسلوك في تناسق موزون. ولنا عبرة في هذه الآية الكريمة: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. والسعداء هم اللي من جمال روحهم يشوفون كل شيء جميل. كن جميلاً ترى الوجود جميلاً. وفي أمان الله.